السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. في الجزء رقم 16 من الفصل الرابع هنتحدث عن The factor affecting on the final product of the powder metallurgy، أي العوامل المؤثرة على المنتج النهائي الخاص ب تكنولوجيا المساحيق أو التقنية التي نستخدمها لتشكيل المواد اللي على شكل مساحيق. الحقيقة قبل ما نبدأ في العوامل دي، تعال نفتكر مع بعض إيه هو اللاي أوت بتاع الباودر ميتالرجي. نمرة واحد، لازم تكون المادة على شكل فاين باودر. بعد كده أجري عملية بليندنج. بعد كده أعمل كولد كومباكتنج كومباكشن. بعد كده أعمل سنترنج، ولو مش هعمل كولد كومباكتنج كومباكشن أعمل هوت كومباكشن. وبعد كده أعمل عملية secondary finishing operation. في النهاية أحصل على الفاينل برودكت، بمعنى إن كل هذه العمليات تعتبر input، كل هذه العمليات تعتبر مدخلات، والمخرج الوحيد عندي هو الفاينل برودكت. وبالتالي إذن العوامل المؤثرة لا بد أن تكون من هذه المدخلات التي تؤثر بدورها على المنتج النهائي كما سنرى. فأول حقيقة عامل من ضمن العوامل اللي بيأثر هو عبارة عن إيه؟ The properties of powder metallurgy product affected by نمرة واحد type and the size of powder، نوع وحجم الحبيبات الداخلة أو المستخدمة تؤثر على الخواص الميكانيكية أو على الخواص المنتج النهائي. فإن كانت الحبيبات كبيرة قد تكون الخواص الميكانيكية ضعيفة، وإن كانت نوعية الحبيبات وسطح الحبيبات له صفات مخالفة قد يكون المنتج أيضا متأثرا به. نمرة اثنين، amount and type of lubricant، إن كمية المواد الزيوت المستخدمة كمزلقات أثناء عملية الخلط والتي تساعد بدورها على عملية انتشار هذه البودر داخل القوالب، إن كميتها ونوعيتها قد تؤثر على الخواص الناتجه او اللي خاصه بالمنتج النهائي. ليه؟ لان لو كانت الكميه كبيره قد لا تتبخر اثناء عمليه السنترنج، وبالتالي يتبقى جزء منها فتؤثر على الكيميكال كومبوزيشن للمنتج. او قد تكون نوعيتها من النوعيات التي يمكن ان تتفاعل مع البودر وبالتالي تؤثر ايضا على المنتج. نمره 3، البريسنج بريشر، لو كان الضغط المستخدم قليل قد تكون المادة غير متماسكة مع بعضها البعض وبالتالي يؤثر على الخواص الميكانيكية، وقد يكون الضغط كبير فتتأثر المادة أيضا بالخواص الميكانيكية. بمعنى أن كل هذه العوامل التي نراها أمامنا لا بد من عمل موائمة ما بين الأوبتيمم كونديشنز أو الأوبتيمم ليميت أو الأوبتيمم أماونت لهذه العوامل والخواص المطلوبة في المنتج النهائي. أيضا السنترنج تمبريتشر والتايم، لو درجة الحرارة عليت عن المطلوب قد تؤثر على الخواص الميكانيكية، ولو زاد التايم أو الوقت اللازم لعملية السنترنج أيضا يؤثر على الخواص بتاعت الخاصة بالمنتج النهائي. العامل الأخير وهو الفينيشنج تريتمنت، إن عملية العمليات الإضافية التي تجرى على المنتج بعد أن تتم عملية تشكيله تؤثر أيضا بدورها على الخواص الخاصة بالمنتج النهائي. وبالتالي نرى أن كل هذه العوامل أتت من الـ input steps التي تؤثر بدورها على الـ output process وهو الـ final product الخاص بالعملية.